السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، درسنا اليوم في الإملاء التاء المبسوطة والتاء المربوطة. نبدأ بالأمثلة. لعبت بالكرة. صوت السيارة مرتفع. البيت واسع. المعلمات نشيطات. لعبت البنت بالدمية الجميلة. لعبت بالكرة. لعبت بالكرة. نلاحظ جيدا كيف تكتب التاء، مرة مبسوطة ومرة مربوطة. لعبت التاء مبسوطة، بالكرة التاء مربوطة. صوت السيارة مرتفع. صوت التاء مبسوطة، السيارة التاء مربوطة. البيت واسع. البيت كتبت التاء مبسوطة. المعلمات نشيطات، التاء مبسوطة. لعبت البنت، لعبت التاء مبسوطة. البنت التاء مبسوطة. بالدمية التاء مربوطة. الجميلة التاء مربوطة. تاء مبسوطة. مبسوطة. تاء مربوطة. متى تكتب التاء مربوطة؟ نهاية الاسم، نهاية الاسم المفرد المؤنث، المؤنث غير الثلاثي. طاولة. لاحظوا جيدا، طاولة التاء مربوطة. نلاحظ جيدا قبلها فتحة، فتحة. شجرة. شجرة التاء مربوطة، قبلها فتحة. حرية. تاء مربوطة، قبلها كذلك فتحة. طفولة. تاء مربوطة، قبلها فتحة. معلمة. تاء مربوطة، قبلها فتحة. تكتب كذلك مربوطة في نهاية الصفة، الصفة المؤنثة، صفة مؤنثة مثل طويلة، بخيلة، جميلة، عادلة، ظالمة. نهاية الاسم العلم، اسم علم مذكر عربي مثل معاوية، معاوية. طلحة. حمزة. عنترة. كل هذه الأسماء هي أسماء مذكرة عربية تكتب في النهاية بالتاء مربوطة. نهاية، تكتب التاء مربوطة في نهاية جمع تكسير مثل قضاة بالتاء مربوطة، قبلها ألف. نلاحظ جيدا هو جمع، جمع مذكر. جمع قاض. قاض. إخوة. جمع أخ. إخوة في النهاية التاء مربوطة. أغطية. جمع غطاء، تكتب بالتاء مربوطة كذلك. متى
تكتب التاء مبسوطة في الاسم الثلاثي الساكن الوسط، مثل بيت، نلاحظ جيدا السكون بيت، سكون، كلمة ثلاثية في الوسط سكون، تكتب التاء مبسوطة، موت، صوت، بنت، كل هذه الكلمات هي أسماء ثلاثية، ثلاثية في الوسط هناك سكون، في الوسط هناك سكون، فكتبت التاء مبسوطة. الاسم المذكر غير ثلاثي، مثل نبات هو اسم مذكر كتب بالتاء مبسوطة، تبات، فرات، سبات، كلمات مذكرة غير ثلاثية رباعية أو خماسية، تكتب التاء مبسوطة كذلك في الفعل، في الفعل سواء كانت تاء التأنيث كتبت هي بنت، كتبت بالتاء، لعبت، أكلت، تكتب التاء مبسوطة مع السكون، تاء مبسوطة مع السكون، أو ضمير، ضمير مثل أكلت، أنا أكلت بالتاء بالضمة، ضحكت، درست، كتبت، تكتب التاء مبسوطة كذلك في جمع المؤنث السالم مثل معلمات، جمع، فاطمات، طاولات، ناجحات، تكتب كذلك التاء المبسوطة في الجمع إذا كان مفرده ينتهي بتاء مبسوطة كذلك، مثل أوقات، جمع مفردها وقت بالتاء مبسوطة، أصوات، جمع صوت، صوت، الاسم المنتهي بتاء قبلها واو ساكنة، واو ساكنة أو ياء ساكنة، مثل عنكبوت، عنكبوت، سكوت، جبروت، عفريت، كل هذه الكلمات قبلها واو أو ياء ساكنة، أو في كلمة أولات، هيهات، والأحرف، الأحرف الخمسة، ليت، لات، ربت، ثمة، لعلت، كلها كلمات بالتاء المبسوطة. خلاصة، تكتب التاء مربوطة في الاسم بعد فتحة ظاهرة أو ألف إذا صح النطق بها هاء. تكتب التاء مبسوطة إذا جاءت بعد سكون، سكون حي أو ميت، في أو في جمع المؤنث، جمع المؤنث. ننتقل إلى التمرين، أكمل بالتاء، تاء أو تاء، حو، كرة، بي، معلمة، قضاء، طبيب، حوت، حوت، التاء مبسوطة لأن قبلها واو، كرة، التاء مربوطة لأن قبلها فتح، هو اسم ثلاثي قبلها فتحة، بيت، بيت هو اسم ثلاثي في وسطه سكون، تكتب التاء مبسوطة، معلمات، جمع
جمع مؤنث كتبنا التاء مبسوطة. قضاة هو جمع مذكر قبله ألف، التاء قبلها ألف. طبيبة هو اسم مؤنث قبله التاء فتحة، فتحة كتبناها مربوطة. بن بقرة، بقرة كبري أمهات وقفت كتبت. بنت، بنت التاء مبسوطة لأنه اسم ثلاثي في الوسط سكون، في الوسط سكون. بقرة، بقرة هو اسم، اسم قبله فتح، قبل التاء فتحة كتبناها مربوطة. قبل التاء المبسوطة هناك ياء، لذلك كتبناها مبسوطة، وهو اسم خماسي، خماسي. أمهات كتبنا التاء مبسوطة لأنها جمع مؤنث. وقفت، وقفت فعل، التاء دائما مع الفعل تكون مبسوطة. كتبت التاء مبسوطة لأنها مع الفعل. أحول إلى المؤنث، تلميذ، معلم، ولد، أطباء، ممرضون، رائع. تلميذ مؤنث تلميذة، نضيف التاء مربوطة. معلم، معلمة، معلم، معلمة، أضفنا التاء المربوطة. ولد نحولها إلى المثنى، بنت، بنت كتبت التاء مبسوطة لأن الاسم ثلاثي وفي الوسط هناك سكون. أطباء، طبيبات جمع مؤنث كتبنا التاء مبسوطة. ممرضون، ممرضات جمع مؤنث كتبنا التاء مبسوطة. رائع، رائعة، رائع، رائعة، أضفنا التاء المربوطة لأن قبلها فتحة. إلى اللقاء وبالتوفيق.